صباح الخير أيها الحضور الكرام، يسعدني أن أرحب بكم في رحاب هذه المؤسسة التي قامت لتحافظ على أقدار المواطنة الاجتماعية وتبكيهما بالدفع بمعتاديها إلى ولوج أبواب المعرفة ونهج سبل التفكير المتزن والقبول بالنقاش والنقد الرصين. إن حضوركم الكثيف والمتميز في هذا اليوم الدراسي الذي سنتعرض فيه لفقدان مصداقية النخب والرهانات المطروحة لانبعاثها، حضوركم هذا مؤشر قوي على ما لهذا الموضوع من راهنية وما يجب أن يولى له من أهمية. إن بلادنا تعطي الانطباع منذ زمان أن بها عطبا يمنعها عن التقدم، والمغاربة في حالة انتظار دائم. المغاربة ينتظرون، لكنهم على ما يبدو لا يعرفون ماذا ينتظرون. لقد أخذت بلادنا منذ 20 سنة مبدئيا بتوجهات واضحة، ففي المجال السياسي انخرطنا في مسار نحو الديمقراطية توج بدستور أشرف، وفي المجال الاقتصادي سلكنا بعض الإصلاحات الهيكلية التي ميزت تسعينيات القرن الماضي تحولا كليا نحو النظام الليبرالي. وفي المجال العام أخذ المجتمع المدني يعبر عن نفسه عبر الجمعيات وبعض المؤسسات بمبادرة في بعض الأحيان من الدولة. أين أدى بنا كل هذا؟ ها نحن اليوم نرى أن أعلى سلطة في البلاد توجه أصابع الاتهام للطبقة السياسية وتؤاخذ الأحزاب لتراجعها عن القيام بدورها وبانعدام مصداقيتها وغيرتها الوطنية، وتعيب على أطر الدولة تقاعسها وفقدانها لروح المسؤولية. وها نحن نرى أن وطننا لم يتمكن بعد من ركوب سكة النمو المستديم. بعض الفئات تزداد غنى دون أن يأخذ النمو الاقتصادي انطلاقته الفعلية، فبينما تقوم الدولة بعدد من المجهودات يبقى القطاع الخاص غارقا في سبات عميق. ونحن نرى كيف تفجرت التنظيمات وأصبح الناس ينزلون إلى الشارع دون وسائط، ولم يعد المغاربة مرجعيات يهتدون بها، فهم يتخاصمون ويتسادون ويتقادحون بعضهم البعض. إننا نعطي الانطباع أننا في معركة دائمة بيننا، فأي تأويل يمكن أن نعطيه لهذا الوضع المستديم؟ أين يكمن الخلل؟ بعض الجواب يكمن في القاسم المشترك من التشخيصات السابقة، وهو عجز المغرب عن إنتاج النخب الكفأة الصالحة. ففي الواجهة السياسية نلاحظ التلاشي المهول لمشاكل صناعة القادة عن الأحزاب السياسية، وخير دليل على ذلك ما اتضح في الشهور الأخيرة مع الغياب الكلي للمنتخبين في أحداث الريف. وفي الميدان الاقتصادي لا مناص من رصد خمول الاستثمار الخاص ولجوء فصيلة من الجيل السابق لأصحاب رؤوس الأموال إلى ما يمكن أن نسميه الراحة الاقتصادية، بينما يتباطأ ظهور خلفانهم على الساحة
في الوقت الذي تتقوى التركيبة الاحتكارية لرأس المال ويضعف نسيج المقاولات الصغرى. ونلاحظ من جهة أخرى واقعا اجتماعيا يعرف بزوغ مجتمع فرداني لا يرنو إلى الانتماءات الجماعية، مما يبرز الحاجة إلى وسطاء مجتمعيين معنيين بالشأن العام يغذون الانخراط الجماعي في قيم مشتركة. أيتها الإخوة الأخوات، أيها الإخوة، يجمع المغاربة على تعلقهم بنظام ملكي ديمقراطي، ومن الأكيد أن قيام هذا النظام وتطوره حتى يضاهي النظم الملكية الديمقراطية في العالم لا يستقيم إلا بتوفر على وسطاء من أحزاب ورقابات ومقاولين إلى آخره. والمشهد الذي نجده أمامنا اليوم يظهر جيلا يقبض بزمام الأمور لا يتسم دائما بالاستقلالية والشجاعة والإقدام، أو هو منشغل بالمصالح الشخصية، مما يجعله غير مؤهل للقيام من دوره في بناء دولة حديثة متقدمة. لذلك يجب أن نتساءل، هل سيؤدي غياب وسطاء جدي إلى الدفع بالملك ولربما رغما عنه إلى الرفع من حضوره على الواجهة السياسية والاجتماعية، وهو الأمر الذي نأى بنفسه عنه في خطاب العرش الأخير؟ لكن من جهة أخرى، أليست هناك مفارقة ملتبسة كون الدولة تندد بالنخبة بينما يشكل صنع هذه النخبة ومراقبتها وتسخيرها إحدى أسس تناسل النظام السياسي؟ لذلك وارتباطا بالتحولات التي تتسم بها هذه المرحلة من مسارنا السياسي والاجتماعي، يبدو لي أن ما ينبغي التركيز عليه في مداخلتنا ونقاشنا اليوم هو ما إن كان السياق الحالي الذي يميز المجتمع المغربي يحفز على انبعاث النخب وتعزيز مكانتها في انسجام مع المطالب الملحة الآنية لتكريس الممارسة الديمقراطية والنهوض الجدي بالاقتصاد وتقليص الفوارق الاجتماعية، مما يعني ضرورة تقوية بنيات الوساطة والتأطير السياسي من أحزاب ونقابات مجريات وإعلام، تقوية مبنية على احترام الديمقراطية الداخلية والحق في الاختلاف. أيها الأخوات، أيها الإخوة، أرجو أن تتضح الرؤى بفضل المداخلات التي سيلقيها السادة الأساتذة من جامعيين وفاعلين، والذين أقدم لهم جميعا بالغ شكري وامتناني على استجابتهم الفورية لدعوتنا. وأتمنى أن يعقبها نقاش غني وهادئ ورصين مع الحضور. وأشير هنا تجنبا لأي إقصاء أن للمتدخلين كامل الحرية لاستعمال اللغة التي تمكنهم من إيصال أفكارهم. شكرا جزيلا على حضوركم ومساهمتكم. والكلمة للأستاذ نور الدين الفايا الذي سيدير الجلسة الأولى من هذا اليوم الدراسي. السلام عليكم.